بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل اليوم باقي محاضرات موضوع تلوث المياه، وهنتكلم النهاردة على حاجة مهمة جدا اللي هي مراحل معالجة المياه. يبقى عندنا Water Treatment Stages. Depending on the type of treatment plant and the quality of raw water, treatment generally proceeds as follows. احنا بنقول طبقا لنوع محطة المعالجة والكواليتي المطلوبة او الكواليتي بتاعة الرو ووترز، بيبقى عندي مجموعة من المراحل، وهذه المجموعة تلاقيها مشتركة في معظم محطات التنقية. هذه المراحل: اول حاجة سكريننج ريشن. سكريننج للشبكات اللي هتستخدم في اول حاجة بمدخل المياه، سواء انا باخد مدخل المياه من نهر، من بحر، من محيط، من whatever، بعمل عملية سكريننج. والسكريننج زي ما قلنا انواع، بيبقى عندي في سكريننج بتزيل اللي هي الجروس، الحاجات الكبيرة، اذا كان في اجسام كبيرة في المية، اذا كان في اي حيوانات، اي حاجة. الشبكات الكبيرة بتمنع، او الشبكات ذات الفتحات الكبيرة بتمنع مثل هذه الجسيمات الكبيرة. بعد كده بخش على الفاين اللي هي بتزيل الجسيمات الصغيرة. بعد كده بعمل عملية ريشنز، ودي بيتم فيها اضافة تهوية او اضافة اكسجين. وبعدين البي اتش كوريكشن اللي هو تصحيح البي اتش او الحموضية بتاعت المية. بعد كده جوجليشنز اند فلوكويشن، عملية التخثر والتلبد. بعد كده بنعمل عملية سيدمنتيشنز. بعد كده بنعمل عملية البري كولورنيشنز اند دي كولورنيشنز اللي هي قبل عملية الكولارة وبعد عملية الكولارة، اللي هي عملية الإزالة بتاعت الكلور نفسها. وبعد كده عندنا عملية الفلتريشنز اللي هي الترشيح، وبعدين ديسنفكشنز عملية تطهير، وبعدين آخر حاجة عندنا بنعمل تاني ادجستمنت للبي اتش، عملية تعديل البي اتش اللي موجودة عندنا. لو احنا شفنا اي محطة في اي حي، Municipal Water Purification Plant، عملية تنقية المياه، بيكون فيها هذه الاجزاء الرئيسية. انا عندي الخزان بتاع الرو ووتر اللي جاي لنا منه الرو ووتر، وده بيجي عندي بسحب منه عن طريق البامب ستيشنز اللي موجودة عندنا. البامب ستيشن بتخش على مرحلة الفلو بلانت، وبعدين اللي بيتم فيها خلط الووتر از ميكسد ويز فلو بلانت، عملية اضافة. بعد كده باخد على الفلو بلانت تانك، وبعدين بسحب منه الى الفلترز، وبعدين باخد انا عندي هنا من الفلترز يطلع عندي الستورج تانك عشان اسحب منه للكونسيومرز المستخدمين. والووتر اللي موجود عندنا ده الووتر از ستورد بيفور يوز باي نيكو ديستومر، وهنا الووتر از ديسانفكتد باي كلورين، عمليه اضافه الكلور اللي هي قبل ما نوديه للمستهلكين. واذا كنا هنعمل معالجه باستخدام الاوزون او باستخدام اليو في الالترا فايلت، يبقى احنا بنقول هنا ان دي مراحل تطهير المياه او مرحلة تنقية المياه، واي محطة بيكون فيها هذه الوحدات الاساسية. وممكن تكون المحطات دي على سكيل كبير او سكيل صغير، بنلاقي معظم المراحل اللي احنا قلناهم الاساسيين دولت يتوفروا في اي محطة معالجة مياه. فان جنرال بنقسم الستيجز الى مرحلة الانيشال ستيج، ودي اللي قلنا فيها السكريننج والريشنز والبي اتش كوريكشن. وقلنا زي ما قلنا السكريننج ريموفال اوف اني جروس فلوتينج اوبجكت، اي اشياء بتزال من المياه بواسطه هذه الشبكات. وبعدين الريشن ديسولفينج اوكسجين انتو ووتر، عمليه اذابه الاكسجين في الميه. وبعدين البي اتش كوريكشن اللي هي بريبيرنج فور كوجليشنز اند تو هيلب بريسيباتيت ميتلز. يعني انا هنا بقدر اعمل عملية تصحيح للبي اتش كوريكشن اللي هو زي ما نقول تصحيح الرقم الهيدروجيني
علشان عملية تخثر المياه وكذلك تسييب المعادن. طيب المرحلة التانية اللي هي الميجور كلين اب، ودي عملية الكوجوليشنز اند فلوكوليشنز، ودي عملية تنظيف اللي هي بنسميها عملية زي التخثر والتلبد، وده causes accumulations and sedimentation of suspended solid particles، وده بيكون بسبب تكتل وترسيب الجزيئات الصلبة والعالقة. عملية السيدمنتيشن فلوكس سيتلز اوت اند از سكرابد اند فاكيومد اوف ذا بيد اوف لارج سيدمنتيشن تانك. يبقى احنا بنقول عندنا بيتم قشط وتفريغ من على سطح الخزانات وترسيبه. بعد كده البري كولورينيشنز اند دي كولورينيشنز، اللي هي قبل عمليه اضافه الكلور وازاله الكلور، والهدف منها كيل ماتش اوف ريمينينج unprotected بكتيريا، اللي هو قتل الكثير من البكتيريا المتبقية. فدي المراحل الأساسية في عمليات اللي هي تنقية المياه. طيب what water pollution solutions، ايه هي الحلول اللي احنا بنحاول لحل مشكلة تلوث المياه؟ زي ما بنشوف keep lakes clean، ان احنا نحاول نحافظ على البحيرات نظيفة. يبقى اول حاجة عندنا بنتكلم عليها keep lakes clean، نحافظ على البحيرات نظيفة. plant tree to prevent soil erosion، عملية زراعة الاشجار لمنع ان احنا تآكل التربة. prevent water contamination، احفاظ على المياه من التلوث. او وبعدين reduce non point runoff، اللي هو عندنا تقليل الجريان الغير سطحي. وبعدين reduce and reuse treated waste water for irrigation، ان احنا نقلل ونعيد استخدام المياه المعالجة للري. find substitutes for toxic pollutions، البحث عن بدائل للملوثات السامة. work with nature to treat sewage، العمل مع البيئة والطبيعة الموجودة عندنا لعلاج الصرف الصحي. و reduce resource waste، اللي هي التقليل اللي هي النفايات او تقليل النفايات من مصادرها. وبعدين reduce air pollution، ان احنا برضو نقلل تلوث الهواء ويساعد على تقليل تلوث المياه. وبعدين reduce poverty، اللي هو تقليل الفقر. و reduce resource waste، اللي هو زي ما قلنا تقليل النفايات من مصدرها. what can we do for minimize water pollution، ايه اللي ممكن نعمله علشان نقلل ال water pollution؟ ده سؤال كبير. what can we do to minimize water pollution؟ اول حاجة minimize your use of pesticides، اللي هو عملية تقليل استخدام المبيدات الحشرية، لأن احنا كلنا المبيدات الحشرية دي كلها ممكن تنتشر ويعاد ان المياه تمتصها، في اذا كانت مياه سطحية او اذا كان مياه حتى عندنا احنا معظمنا بيرمي معظم هذه او بيرش في التواليت بيرش في كذا، كله بيروح الى المياه وبالتالي ممكن يلوث حتى المياه اللي هي الاندرجراوند ووتر. grow or buy organic foods، ان احنا نشتري غذاء طبيعي. compose your food waste، ان احنا نعمل تسميد للنفايات بتاعه الطعام بتاعتنا. don't use water fresheners and toilet، ان احنا ما نستخدمش معطرات المياه في المراحيض، او نلقي بقايا الادويه او نلقي بقايا anything في المراحيض، لان كله اساسا بيبقى يصل في النهايه الى المياه، سواء اذا كانت بعد المعالجه هيروح في اماكن هيمتص عن طريق الارض. واذا كنت don't flush unwanted medicine down to the toilet، ما نحاولش نرمي زي ما قلنا الادويه في التواليت. don't pour pesticide paint solvent، احنا معظمنا
بيرمي اي بقايا دهانات، اي بقايا مذيبات، اي بقايا مبيدات عنده بيرميها في الحمامات او بيرميها في الاماكن. ده كله خطر على تلوث البيئه وتلوث المياه خاصه. وبعدين fertilize your garden and yard planet with manure، يبقى تسميد الحديقه بتاعتنا والنباتات بتاعتنا في الفناء بتاعنا بالسمنت. وبالتالي اذا لاحظنا ونفذنا معظم هذه الملحوظات نقدر نحافظ بنسبه كبيره على ان الماء ما يحصلوش تلوث او نقلل نسبه تلوث المياه. وشكرا، ونلقاكم في موضوع اخر ان شاء الله.